مشاهدينا اهلا بكم. واحد من اهم مسلسلات رمضان السنه دي بلا منازع هو كان مسلسل جعفر العمده بطوله الفنان محمد رمضان، نظرا للكاست الهايل اللي كان فيه، وكان على راسهم الملكه صفصف واللي قام بدورها الفنانه هاله صدقي. الدور اللي اصبح ايقوني ولفت انتباه الجميع والكل بلا استثناء اجمع على براعتها في اتقانه. حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة في أحد البرامج واتكلمت عن مواضيع كتير تخص كواليس المسلسل وأيضاً حياتها الشخصية. الفنانة هالة صدقي قالت إن دورها طلع بالشكل ده بسبب وجود الفنان محمد رمضان والكيمياء اللي كانت حلوة بينهم، وأيضاً المخرج الكبير محمد سامي اللي أثقل الكيمياء دي وظهرها بشكل كبير. واتكلمت عن الفنان محمد رمضان وقالت انه هو فنان موهوب بمعنى الكلمة واحساسه عالي وكمان بيفكر بره الصندوق، وكان شغال معايا على خط واحد وده اللي ساعدني بشكل كبير اننا نطلع مشاهد كتير حلوة بينا كوميدية ودرامية عجبت الناس وعلمت معاهم. وقالت كمان ان نجاحها في الدور ده كان غير عادي لدرجة ان هي كانت مغضوضة من ردود الافعال الايجابية على دورها في المسلسل، وقالت إن كمان إن هي فرحانة ومش فرحانة عشان هي مش عارفة هي هتعمل إيه تاني بعد كده في المستقبل. واتكلمت كمان إن الموضوع بدأ بمحمد سامي اللي كلمها في الصيف اللي فات عشان يعرض عليها دور صفصف، وبدأت تراجع الشخصية وتتقمصها من بدري ولقت الموضوع سهل، خصوصا إن هي مش بتحب تزوق الكلام واللي في قلبها على لسانها ودمها خفيف أكتر من صفصف على حد وصفها. وعلقت الفنانة هالة صدقي على أحد مشاهدها مع الفنان محمد رمضان وقالت في مشهد السجن كان عندي حساسية ووشي وارم، كنت تعبانة جدا وأخدت كمية كبيرة من الكورتيزون عشان أعالج ورم وشي عشان أعرف أصور، وانفعالاتي في المسلسل جعفر العمدة حقيقية والبكاء كان حقيقي في جميع المشاهد ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع. وقالت كمان أنا عندي قدرة على الدموع في عيني كي تظهر بداخلها. واتكلمت الفنانة هالة صدقي عن الفترة اللي فاتت من حياتها وقد إيه هي مرت بصعوبات كتير محدش يعرف عنها حاجة، ولكن كان عندها إيمان إن دايما بعد كل صعب بيجي الفرج، وإن الإنسان لو مشي عدل فعلا هيحتار عدوه فيه. ده غير إنها جربت مشاريع تانية كتير غير التمثيل ولكنها ما كملتش، وأصبح عندها خبرة كبيرة في مجال المطاعم من التجارب المختلفة. كانت الفنانة هالة صدقي ضيفة خفيفة وجميلة، استمتعنا بلقائها وبدورها في مسلسل جعفر العمدة، وضحكنا وتأثرنا من المعلمة صفصف اللي كانت ماسكة الشخصية ومؤثرة بشكل كبير. خلصت تغطيتنا بكل تفاصيلها، شكرا ليكم وإلى اللقاء.